دين دابا غادي نجيو للمرحله ديال الخياطه. اول حاجه غادي نبداو بها هي الخياطه ديال السلسله، حيت كيف ما كتعرفوا هذا الموديل كيف ما قلت لكم فيه السلسله والصدفه ماشي ديال لاستيك. غادي نخيطوا السلسله. اول حاجه غادي ناخذوا القطعتين ديال الامام، الجهتين بجوج اللي هما هادو. اول حاجه كنبداو بها هي اننا كنخيطوا هاد البلاصه هادي مع هاد البلاصه، كنطلعوا فقط بسنتيم، كنخيطوا من هنايا حتى لهنا. هادي اول حاجه غادي نديروها. اذا نبدا كيف ما قلت لكم كنحطوا الوجه على الوجه دائما. بحال هكا غادي نخيط هاد البلاصه هادي. منين درت ليه السورجي قبل ما نبدا نخيط، كيف ما قلت لكم غنطلع بواحد سنتيم من هاد القطعه هادي وغنحبس الخياطه. غادي نكراني اذا دابا هذا المكان هو فاش غادي ندير السلسله. بالنسبه لهاد البلاصه غادي تكون بحال هكا، 4 ديال السنتيم ديال الزياده غادي تكون هكا بحال هكا، وغادي تكون السلسله لتحت. عندنا هذا المكان هذا اللي غادي يجي في الجهه اليسرى، غادي نركب فيه السلسله بهذه الطريقه هذه. غادي نحاول نخرج واحد نص سنتيم على هذه الخياطه، مثلا الخياطه هي هذه غاده في هذا الخط الكحل، غادي نخرج واحد نص سنتيم تقريبا على الخياطه، وغادي نحطها فوق السلسله ديالي، وغادي ندوز الخياطه بحال هكا، غادي ندوزها بحال هكا داك نص سنتيم باش تجيني السلسله داخله شويه لهاد الجي. اذا غادي نخرج بنص سنتيم من هذيك الخياطه اللي خيطت. الا كتبان لكم هنايا فين حبست عندي الخياطه، غادي نخرج واحد نص سنتيم بحال هكا، ها هي الخياطه، ها هو داك نص سنتيم، وعليه غادي نخيط السلسله بحال هاد الطريقه هادي باش تجيني السلسله داخله لهاد الجي. ناخذ العبار ديال السلسله فين غادي يجيني، مثلا الراس ديالها خصو يجيني مع اخر البلاصه اللي غادي نركب فيها السنتور، وصافي من التحت ماشي مشكل. الا شاط ليا السلسله نقدر نقطعها اصلا، ولكن هادو تيكونوا تقريبا قد العبار ديال السلسله ديال السروال. يعني دابا شديت العبار ديالي هنايا، غادي نبدا ندوز الخياطه. هذه الطريقه هكا كتجي. ها هي السلسله ديالي ركبتها من واحد الجهه. هذه الجهه اللي في اليمين هي اللي غادي تكون فيها الفتحه ديال الصدف، غادي ندير ليها بحال هكا، غادي تجي نحاول نحافظ على المقاسات ديالي، خاص القد اللي عندي هنايا يكون عندي هنايا، يعني غادي تطوى 5 سنتيم بالضبط، سنتيم 4 سنتيم اللي كنا زدنا على سنتيم اللي دات الخياطه
باش غادي تجيني بحال هكا. هنايا داك نص سنتيم اللي كنا زدنا لهادي باش تجينا تحت من هاد البياسة هادي بحال هكا. دابا غادي نجي غندير هكا باش انني نخيط هاد البلاصة مع هاد السلسلة هادي كيف ما كتشوفوا. غادي ندوز الخياطة هنايا بحال هكا بحال هكا بالضبط. الا بغيتي باش تتاكدي من هذا باللي كاين في بلاصتو شديه بالفناتي مثلا، نقدر نشدو بالفناتي باش غير هكا تاكدي باللي راه المقاسات ديالك غاديين مزيانين. كيف ما قلت لكم هنايا خاصني نتاكد باللي المقاسات مضبوطين بحال هكا. اذا هذا غادي يجي هنا، نحاول نشد بواحد الفنيته هنايا باش ما يتحركش ليا الثوب نهائيا فاش نكون تنخدم تنخيط الجهه الاخرى مثلا. صافي دابا غادي ندير هكا وغادي نجي نخيط هاد البلاصه هادي مع السلسله. صافي من بعد ما خيطت غادي نرجع. طريقه سهله وبسيطه الصراحه، تليق المبتدئات حتى هما اللي تجيهم السلسله صعيبه. صافي بحال هكا، ها هي راه السلسله ديالي مركبه مزيان. الحاجه اللي غادي نعاود ندير دابا هو انني غادي ندوز واحد الخياطه بحال هكا باش عرفتي ديك الخياطه اللي كتكون في السروال باش نثبت هاد القطعة مع هاد القطعة هادي. ودائما كيف ما قلت لكم خاصني نتاكد من المقاسات ديالي واش مضبوطين. الخياطه خاصها تجيني مفين يوم قاده، مثلا السنتيمات اللي خليت هنايا مثلا خليت جوج سنتيم خاصني يبقى غادا بجوج جوج جوج حتى كندور بها هنايا، حتى كنوصل هاد الخياطه اللي كاينه هنايا وكندور بخط تقريبا كنميلو واحد شويه وكنكراني هنايا الخياطه ديالي. من الاحسن تطراسي الى ما كنتيش غادي تقدري تخيطي مباشره بلا ما تطراسي، من الاحسن تطراسيها باش انك تدوزي في خط واحد. انا ركبت السلسله بكل سهوله وبساطه ومفينيه الخدمه ديالي مقاده كيف ما كتشوفوا لا فينيسيون كي دايره. صافي دابا غادي نحاول نجمع هاد البانسات هادو، حيت كيف ما كنتو شفتوا في الفصاله كنت خليت العبار ديال البانسات، غادي نجمعهم دابا. ها هما البانسه اللي ما تعرفش شنو هي البانسه.
الجهة الأخرى حتى هي. البانسات ديالي هما هادو. غادي ناخدو القطعتين ديال الخلف حتى هما فيهم البانسات، غادي نخيطهم وديك الساعة نجمع الخلف مع الخلف، عاوتاني القطعتين بجوجهم نجمعهم مع بعضياتهم باش نعاود نجمعهم مع الأمام. البانسة ديال الخلف هي هادي حتى هي، غادي نجمعها بنفس الطريقة. دابا غادي نخيط الخلف مع الخلف بحال هكا. هادو القطعتين ديال الخلف. دابا غادي نجيبو الامام، هذا هو الامام اللي خيطنا ليه السلسله، غادي نقلبوه بحال هكا الوجه على الوجه، وغادي نخيطو الجناب ديال السروال. نبداو من هنا ونمشيو هابطين حتى لتحت. هنايا وانا تنخيط السروال خاصني نرد البال ملي فصلت هذوك خطوط الطول، هذوك خطوط العرض، الخطوط ديال العرض يعني الخط ديال الحوض، الخط ديال الركبه درت فيهم الكرانات، باش فاش نكون تنخيط خاصني دوك الكرانات ديال الخلف نلاقيهم مع الكرانات ديال الامام باش يكون تكون غدا الخياطه ديالي مضبوطه. كما كتشوفوا ها هي دابا هاد الكرانه خاصها تجيني مع هادي ديال الامام مع ديال الخلف. عاوتاني من جهه الركبه كذلك نفس الحاجه. ومن التحت باش يجيوني قد قد، باش واحد الجهه ما تشربش ليا على جهه اخرى.
غادي نعاود للجهة الاخرى نفس الطريقه من هذا الجهه كذلك بحال ونجمع السروال من الجناب. دائما نرد البال الكرانات ديالي. صافي دابا غادي نجي نجمع هاد الوسط هنايا باش ما تلفوش. ها نتوما غادي نجمع الامام مع الخلف من جهه القاعده بحال هكا، يبقى غادا معاه حتى لتحت الرجلين هاد البلاصه هادي. انا غادي نبدا الخياطه من هنا، وانا تنخيط ضروري نبقى شاده في المقاسات ديالي باش ما يجينيش باش تجيني كل حاجه في بلاصتها. اصلا الا فصلتي بطريقه صحيحه راه البياسه ديالك غادي تكون غاده مزيانه، يعني كل شيء من الفصاله. صراحه الا تبعتي الفيديو من الاول حتى الاخير كوني اكيده انك غادي ديري السروال بطريقه احترافيه، وغادي يكون حتى المقاس من ناحيه المقاسات والخياطه ديالو كل شيء غادي يكون مضبوط 100%. وصلت هاد البلاصه هادي، خصني نحط الخياطه فوق من الخياطه، نحاول هاد الجوج طروفه هادو كل وحده نديرها في جهه باش ما يجينيش هذاك الشيء مجموع في واحد البلاصه. صافي غادي نخيط، ندير واحد الكرانه هنا مزيان ونكمل الرجل الاخرى حتى لتحت. ننتقلوا للحزام. الحزام هو هذا، كيف ما قلت لكم في الفصاله ديال الحزام من الاحسن نبقى حتى لهاد المرحله هذه ملي نجمع الجناب كاملين مع بعضياتهم ونقاد السروال ديالي تيبقى لي غير الحزام، ونبدا نعبر. غادي نحل السلسله ونعبر من هاد البلاصه ونجيب الدوره بحال هكا، ندور حتى نوصل لهاد البلاصه هذه
هذاك الشيء اللي خرج ليا بالضبط غادي نزيد عليه جوج سنتيمات اللي غادي يديو ليا الخياطه، هو اللي غادي ندير في الحزام باش يجيني الحزام مضبوط، ما يكونش فيه باقي الشك، نجي ونركبه مباشره، ما يكونش فيه لا زياده لا نقصان، من الاحسن. انا يعني راه ديجا صايبتو، ديجا عبرتو، صايبتو من قطعتين بحال هكا. غادي ندير الوجه على الوجه باش انني نخيط القطعتين مع بعضياتهم. غادي نخيط بحال هكا من هنايا، غادي نخلي سنتيم بدا الخياطه بحال الطريقه اللي كنديروا للكول، غنخيط هكا ونبقى غادا نيشان حتى لهاد البلاصه عاوتاني، وغادي ننزل ونخلي سنتيم، حيتاش هاد البلاصه هادي هي اللي غادي تركب مع السروال، غادي نخليها مفتوحه هي ما غاديش نجمعها. صافي غادي نقلبها بحال هكا، من الاحسن هاد الجوانب نقطعوهم حيت الثوب غليظ، غادي يبقاو في تما كيزيدو يغلضو هذاك القنت. صافي بحال هكا، كنتمنى تكون الطريقه واضحه. كما عودتكم دائما تنحاول نبسط ما امكن، باش واخا ما عمرك تكوني خيطتي سروال، من مورا هاد الفيديو غادي تخيطيه ويجيك ساهل مزيان. صافي غادي نبدا نشد من هنايا هذا القنت ديال الحزام، غادي نبدا نخيط من هنايا هذا الوجه. انا السروال عندي مقلوب بحال هكا، هذا الوجه كيف ما كتشوفي، غادي نحط الحزام، غنبدا بالجهه ديال الوجه بحال هكا، وغادي نبدا الخياطه، غادي نخيط هكا وغنمشي على الدوره كامله حتى نوصل هنايا. من الاحسن الحزام حتى هو ندير ليه الكرانات، نحاول نقسمه على أربعة ديال الكرانات، باش كل كرانه تجيني في الخياطه، مثلا الاولى خصها تجيني في الخياطه ديال الجنب، الثانيه اللي في الوسط تجيني في الخياطه ديال الوسط ديال الخلف، الثالثه تجيني في الخياطه ديال الجنب الاخر، باش تاني نكون متاكده بلي الخدمه ديالتي راه غادا مزيان. فهاد البنت غادي نحاول نحلها باش ما تجينيش على جهه واحده. الخياطة وكذلك ديال الجانب غادي نقطع كل جهة نديها لواحد البلاصة باش ما يجيوش مجموعين. البنت اللي درت ديال الوسط هي خصها تجيني في الخياطة ديال الخلف، صافي الخدمة ديالتي غادا مزيان. الخياطة ديال الخلف حتى هي غادي نقسمها على جوج، غادي نجي نكمل الجهة الأخرى حتى هي تنوصلها لعند البلاصة اللي كاينة السلسلة. نوصل الأخير من هنا، دابا غادي نكراني
صافي، ها هي البلاصه اللي خيطت دابا، هي هذه. غادي نقلب بالصمطه ديالي باش انني نخيط الجهه ديال الداخل. هنايا دابا هو اللي خيطته، غادي نخيط الجهه ديال الداخل. كيفاش غادي ندير؟ هو الا بغيتي تسهل عليك القضيه الصراحه، من الاحسن تصلحيها، تصلحي الصمطه، كتشدي هذا السنتيم هذا كطويه وكدوزي عليه مصلوح، باش فاش توصلي هذه المرحله هذه تيكون ديجا هو بحال هكا، غير كتحطي وكدوزي الخياطه. انا الصراحه ما بقيتش كندير هكا، كنقدر نخدمها عادي واخا ما مصلوحاش، كنبقى غاده كنطوي سنتيم وكنحاول ندوز الخياطه. ولكن الخياطه ما خصنيش ندوزها، انا الخياطه اللي كنت دوزت قبلها هي راه كتبان عندي هنايا، ما خصنيش نفوتها، يا اما فوق منها للفوق ولا هي نيت بالضبط. من الاحسن تكون فوق منها الفوق ماشي مشكل، ولكن ما خصهاش تكون نازله عليها، حيتاش غادي تبان عندي الديفو هنايا في الامام بحال هكا. كيف كتشوفوا كنطوي سنتيم وكنخيط، يعني كنخيط من الجهه ديال الامام، من هنايا كنطوي سنتيم من هنا وكندوز الخياطه باش السمطه ديالي تجي مفينيه وما يجيش العيب في الخياطه، ما تجيش الخياطه باينه ما غاداش في بلاصتها. بدا تبعي معايا كيف ما قلت لك، كنطوي هذاك السنتيم ديال الخياطه بحال هكا، غادي نحط هنايا وغادي ندوز الخياطه. نتمنى تكون واضحة عندك في الفيديو. هنايا كنطوي ومن فوق هنايا، انا راه كنمس هذيك التنيه، كنمسها بيديا هنايا باش نتاكد باللي نيت فعلا راه دازت عليها الخياطه بحال هكا. صافي كنعاود نقاد، كنقاد الصمطه ديالي وكنتني كنقيسها هنايا وكندوز عليها الخياطه. هذه الطريقه باش كندير انايا السمطه، وحتى الكول كنخدمو بنفس الطريقه كيف ما كنتو شفتو معايا في الفيديو السابق ديال القميجه، نفس الطريقه كنت درت ليه. كيف كتشوفوا هنا كنطويها بحال هكا سنتيم، وكنحاول نجيبها مع هذه الخياطه، ها هي الخياطه فين دايزه، كنحطها معاها وكنشد وكنجي من فوق هنايا، كنعاود نتاكد بيديا باللي المسائل هما هذوك في بلاصتهم وكندوز الخياطه. غادي ندور الخياطة على الحبس بقى من فوق حتى هي.
الصمتة هي هذه كما كتشوفوا، كتجي بحال هكا. انتم ما شفتوا معايا الطريقة ديال الصمتة ديال السروال بطريقة سهلة بسيطة، غير حاولوا تجربوها. الطريقة ديال السنسلة حتى هي بطريقة سهلة وجد مبسطة صراحة. السنسلة كتخلع بزاف ديال الأخوات، هانتوما دابا شفتوها طريقة سهلة، كتجي مفينية الخدمة ديالك مقادة نقية صافي. كتبقى ليا غير الصدفة غادي نديرها هنايا دابا، وهكا السروال ديالي كيكون واجد. كنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالك، إلا عجبك ما تنسينيش بلايك، وإلا مازال ما مشتركش اشتركي معنا في القناة وفعلي زر الجرس باش ديما يوصلك الجديد. إلا عندك أي تساؤل خليه ليا في التعاليق، وشكرا لك على المتابعة. إلى اللقاء وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.